تلم في يومين يومين ايه ده؟ ولا اسبوع عشان المية دي كلها تنشف. حبيبتي، ولا اسبوع ولا حاجه، الشمس تطلع في ثانيه وخلاص كله بينشف في لحظه، صدقيني. طب كل حاجة باظت يا شريف، خلاص. حبيبتي وهنرجعها ايه ده؟ انا موجود، متقلقيش. صعبان عليا اوي. بقول لك ايه، سيب لي الموضوع ده، ما تعملش اهم حاجه. اوكي، بسيطه. ادم انا انا ممكن مش قادر اناديل خالص، انا مش هسمع ولا كلمه. جاوب بقى، ما سمعتوش كلامي ليه؟ وليه مش من الاول؟ انا ما كنتش هقول كده. ليه كده يا ادم؟ ما انت عارف ان هي اكيد مش قصدها. هو انت مش عارفاها يعني وعارفه طريقتها ولا ايه؟ نادين ما تزعليش، والله العظيم هو اكيد ما يقصدش. ما سمعتيش هو اتكلم معايا ازاي؟ هو ايوه كانت فاكره مهبب على دماغي وعلى دماغه، بس انا عمري ما كنت اقول كده. ممكن تهدي نادين؟ لا النبي، انت لسه في الاول. والله ما قصدي، أنا آسف، معلش حقك عليا، معلش، والله العظيم أنا آسف، والله أنا آسف. معلش يا حبيبي، معلش، هنتصرف. إن شاء